ازيك شباب، معاكم مازن ورجعت لكم بفيديو جديد. والنهارده ان شاء الله شباب هنتكلم عن مجموعه تحديثات شباب حصلت في لعبه روبلوكس في حاجه اسمها ار دي سي او روبلوكس ديفلوبر كونفرنس. دي شباب بتحصل تقريبا كل 6 شهور، بيحصل فيها شباب كميه تحديثات كتيره جدا. وطبعا شباب من التحديثات الجامده جدا هي ميزه الفويس كول، وفي تحديثات كتيره جدا في الفيديو ده. وطبعا شباب قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تكون عامل لايك وسبسكرايب وكومنت وشير يا شباب، وما تنسوش تدخلوا سيرفر ديسكورد شباب عشان بنعمل فعاليات هناك. فعارفين شباب يعني السيرفر ده جامد جدا، فما تنسوش تدخلوا سيرفر ديسكورد يعني. وطبعا شباب ابقى متفاعل على سيرفر ديسكورد، فادخلوا سيرفر ديسكورد شباب. وطبعا شباب كنت عايز اكد على فكره السبسكرايب يا شباب، لان شباب نسبه كبيره جدا بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناه. وبس يلا نبدا في الفيديو. وطبعا شباب قبل ما نبدا التحديثات عايزين نتكلم بس عن ايه هو الار دي سي. طبعا شباب ده تجمع كده روبلوكس بتعمله مع صحاب المبات او صناع مبات في لعبه روبلوكس، بيحصل تقريبا كل 6 شهور. وطبعا شباب بيعلنوا بقى شباب عن التحديثات والابديتس الجديده في لعبه روبلوكس. وطبعا شباب في الفيديو ده احنا هنشوف بقى ايه الابديتس دي. وطبعا شباب دلوقتي هنبدا باول حاجه شباب، وهي ما تعتبرش ابديت قوي لكن حاجه ناس كتير جدا بقى لهم فتره مستنيينها. وطبعا شباب هي هيدلس هورسمان. طبعا شباب الراس المخفيه ده نزلت دلوقتي شباب، اللي هي الراس المخفيه الحقيقيه بقى 100% حقيقيه دلوقتي، نزلت شباب ب 31000 روبوكس بس، رخيصه جدا صراحه. ومضحك شباب المفروض هي بتنزل في العادي في الهالوين، ما بتنزلش في الوقت ده، لكن نزلت في الوقت ده معرفش ليه، بس تمام يعني. تقريبا روبلوكس لاحظت الناس كتير جدا عملوا بقى فيديوهات الراس المخفيه مش عارف ايه، قالوا عايزين شويه روبوكس احنا كمان، ليه لا يعني، فمش مشكله. طبعا شباب دلوقتي لو دخلنا دلوقتي على موقع روبلوكس هتلاقوا شباب الهيدلس هورس مان ب 31000 روبوكس. طبعا شباب انا معايا دلوقتي رقم ما يجيبهاش يعني، لو حد عايز يديني الروبوكس بتاعها مش هتضايق خالص. لو انت عايز تديني 21000 روبوكس عشان اقدر اجيبها مش هزعل خالص، متقلقش. وطبعا شباب تقريبا اول واحد قال على الموضوع ده وتوقع الموضوع ده، او هو قال يعني، هو تقريبا ادمن من روبلوكس قال اللي هو ايه، قال اللي هتنزل الهيدلس هورس مان بعد 56 دقيقه. وطبعا شباب بعديها فعلا نزلت بعد الوقت اللي هو قال عليه. وطبعا شباب برضو من حاجات الجديدة شباب، وهي ان روبلوكس حطت اللوجو بتاعها على ال HR او ال HQ الجديد بتاعهم، فحلو اللوجو حلو صراحة. وطبعا شباب من التحديثات اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات شباب، وهي ان روبلوكس هتيجي على البلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5، وهتيجي برضه شباب على الميتا كويست. ده حاجه تقريبا تبع فيسبوك، تقريبا ميتا هي اللي عامله فيسبوك، فتقريبا حاجه تبع مارك زوكربيرج ده. وطبعا شباب برضو اعلنوا عن حاجه كده غريبه جدا شباب، وان ممكن دلوقتي في يو جي سي او لبس معين ممكن تلاقيه في مبات او مكان معين من ماب ما تقدرش تاخده غير لو انت جوه الماب ده. يعني مثلا تلاقي مثلا ايه، مثلا ماب البيوت، يعني مثلا ايه انك لو اكتشفت سر معين تاخد لبس ببلاش، فهتبقى موضوع جميل جدا شباب، ان شاء الله تبقى حلوه يعني وتحصل فعلا. وطبعا شباب برضو من الحاجات الغريبة جدا اللي اعلن روبلوكس عنها، طبعا شباب دلوقتي انت ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي اللي هو تبع روبلوكس عشان تقدر تعمل شخصيات او حيوانات اي حاجة زي كده. فزي ما شايفين شباب دلوقتي قدامنا، المفروض الشباب قدام دلوقتي تيدي بير، تمام، استخدم بالذكاء الاصطناعي عشان يعملوه. بيكتبوا بيرو ايه، بيرو ممكن تعمل لي التيدي بير اللي هو ده، يعملوا تكستر اللي هو الايه، يعملوا اللون، واخد بالك انت، فموضوع جامد جدا صراحة. وطبعا شباب بقى من التحديثات اللي هي مشكلة كبيرة شوية بالنسبة لي، وهي شباب ان الناس اللي عندهم فوق 17 سنة في لعبة روبلوكس دلوقتي في مبات تعارف، اللي هو ايه، بيقول ايه، بين ان دلوقتي في الاف من الادولتس الناس الكبار في السن هيتقابلوا لاول مرة في روبلوكس في مبات اللي هي التعارف ديتنج اكسبيرينسز اند سب مش عارف اطق الكلمة، تمام، فورم ريل live relationships، يعني المفروض ايه يتعرفها بعض يعني. ما انا مش عارف يعني ايه المنطق في الموضوع، بس تمام يا روبلوكس يعني حد قدك. المهم وطبعا شباب برضو من التحديثات الجديده شباب فكره ان دلوقتي لو انت عندك ماب، طبعا شباب زي ما انتم عارفين المابات بقى ليها تصنيفات دلوقتي، في مابات اللي هي اول ايجز يعني لو اي حد اقل من 13 سنه يقدر يلعبها، في مابات اللي هي شباب 13 بلس اي حد عنده 13 سنه او 17 سنه يقدر يلعبها، وفي شباب مابات اللي هي 17 بلس. طبعا شباب الفلتر في حاجه اسمها فلتر للكلام، يعني انت هتلاحظ مثلا لو كتبت مثلا اي حاجه غلط في الشات هتلاقي روبلوكس بتمسحها، تمام. لكن طبعا شباب دلوقتي لما الناس مثلا عندهم فوق ال 17 سنه مش هيبقى في فلتر حسب ما فهمت يعني. وطبعا شباب برضو من التحديثات الغريبه جدا شباب او الحلوه يعتبر بالنسبه لي، وطبعا شباب هي تحديثات السبسكريبشنز. حرفيا شباب روبلوكس تعمل ايه؟ زي اشتراك كده، انت بتدفع اشتراك، تمام، شهري لصاحب الماب بالروبوكس طبعا مش بالدولار يعني، فبتاخد قدامها خدمه
كل شهر، تمام؟ طبعا شايف ده الموضوع ده كان ممكن يتعمل عادي، لكن طبعا شايف كان الموضوع محتاج بقى برمجه اصعب الكلام ده كله، لكن دلوقتي شايف الموضوع بقى اسهل بكتير. فكرتها يا شباب، المفروض انك مثلا دلوقتي مثلا صاحب ماب ممكن يعمل حاجه اسمها سبسكريبشن او اشتراك، يعني انك مثلا كل ما تدفع مثلا يعني 500 روبوكس كل شهر هتاخد مثلا خدمه قدامها، وطبعا شايف ممكن يكون بيقدم لك قدامها خدمه، ممكن ادمن مثلا اي حاجه زي كده، فعارف شباب لازم يقدم لك قدامها خدمه طبعا. وطبعا شايف بقى من تحديثات الشباب اللي احنا عايزين نتكلم عنها في الفيديو ده، وهي تحديث شباب الفيديو او مكالمه الفيديو او مكالمه الصوت. شباب حرفيا شباب ده تحديث جامد جدا، هقول لكم عليه دلوقتي. طبعا شباب زي ما شايفين دلوقتي الار دي سي دول ناشرين ايه، ناشرين دلوقتي صوره الست دي، يعني تقريبا بيتكلم تقريبا دي مرات ديفيد البازوكي تقريبا، مش عارف. المهم بيتكلم ديفيد شباب زي ما شايفين، حرفيا شباب نفس لبس اللي هي لابساه موجود في روبلوكس طبعا، واي حركه بتعملها بوشها بايديها اي حاجه بتلاقي روبلوكس بتقلدها بالظبط زي ما شايفين. حرفيا هي شكلها عبيط شويه صراحه يعني، بس حلو صراحه. ثانية على الصوت بتاعهم شوية. How is this, I might have hung up when you called me. Sorry I'm gonna give you another call because call calls do disconnect. I think when I dragged selfie view I hung up, so call me back. So I want to show. طبعا شايف زي ما شايفين هنا، ثانية واحدة بس، ثانية واحدة يا عم ديفيد. هنا شايف بيبعت لك نوتيفيكيشن بالظبط كأن مثلا لما يجي حد يتصل بيك على ماسنجر على واتساب. موضوع غريب شوية لأن صراحة دي روبلوكس يعني، بس يعني مش مشكلة. بتقدر طبعا شايف ترد عليه وتكلمه فويس كول. هي مش فويس كول يعني، فاهم، تكون شخصيتك في روبلوكس بس بيكون حرفيا نفس تعبير وشك، نفس كل حاجة. حد يقول ايه فكرتها؟ صراحة ما اعرفش، بس هي يعني كويسة مش وحشة. واخدين بالكم انتوا شباب؟ صراحة هو تحديث حلو يعني. طبعا شباب برضه عشان امان المستخدم ان التحديث ده هيكون اوبن سورس. اوبن سورس شباب معناه ان ممكن اي حد شباب يعرف برمجة التحديث ده. حد يقول لي مثلا ايه فكرتها؟ عشان شباب لما انت تبقى حرفيا روبلوكس مشغله الكاميرا بتاعتك تكون انت عارف معلوماتك او وشك او اي حاجه، يعني بيصوروه ازاي ولا بيعملوا ايه بايه، واخد بالك انت؟ فحاجه حلوه يعني. وطبعا شباب برضو من التحديثات الجامده جدا شباب دلوقتي ان في تحديث الاي اي او الذكاء الاصطناعي. طبعا شباب انت ممكن تقول حرفيا روبلوكس اي امر وروبلوكس هتعمله. ممكن مثلا شباب زي ما انتم شايفين قدامنا هنا تقول روبلوكس ايه، تقول روبلوكس مثلا اي وانت تو ميك ا جيم سيت ان انشنت رونز. رونز شباب معناه اللي هو ايه، زي اماكن مكسره كده، اماكن تاريخيه من الاخر يعني، تمام؟ فعارفين انت بتقول له انت عايز ايه بالظبط، وهو بيعمله لك بالظبط بالذكاء الاصطناعي، اللي هو بيعمل 3 دي بنفسه بالذكاء الاصطناعي. وطبعا شباب ده هيساعد جدا ان احنا نلاقي مبات مختلفه ومبات جديده. وطبعا شباب من التحديثات الجامده جدا بالنسبه لي شباب، وهو تحديث شباب اللي انت ممكن تغير اي حاجه عليك، يعني اي حاجه افاتر اكسسوري ممكن تشتريه. ثانيه واحده يا عم حاج انت، ثانيه معلش، تمام؟ شباب زي ما شايفين قدامنا هنا ان حرفيا شباب انت مثلا دلوقتي قدامك الاكسسوري دي ممكن حرفيا شباب تحركها باي طريقه انت عايز. امشي هي ليه جوده زي الزفت كده يا روبلوكس، ماشي؟ فحرفيا شباب زي ما انتم شايفين هنا بيكبر الافاتر ده، البطريق ده، وبيصغره، واخد بالك انت؟ فحرفيا شباب يعني بقى ليك كاستمايزيشن او تحكم اكتر بالحاجه اللي انت مشتريها من ناحيه اكسسوريز يا شباب. وطبعا شباب برضو من الحاجات الجامده جدا شباب ان يعني دلوقتي شباب لو انت جالك مثلا بان وانت حاسس البان ده مش صح، هيبقى قدامك شباب زرار اسمه ريكويست ابيل. ريكويست ابيل شباب هتعمل ايه؟ ببساطه شباب هتطلب تاني من روبلوكس هي تعمل اعاده نظر في الموضوع ده. وطبعا شباب ده هيقلل جدا نسبه البان اللي هو غلط يعني. وصراحه شباب انا شايف الموضوع ده جامد جدا. وبس كده شباب، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، وما تنسوش تدخلوا سيرفر ديسكورد شباب. وبس سلام.